اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج افطار بالدار اللي بيطل عليكم كل يوم على الساعه 4:30 على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بمزاج FM. كل يوم بعطيكم حزيره وانتوا على السريع بتحزروها، صراحه انا كتير مبسوطه منكم. اكيد خلينا نروح نشوف شو حزيرتنا لليوم، سهله ولا صعبه؟ يلا. شو عاملين اليوم؟ زاكيه وخفيفه وبتسلي بعد الفطور، بس بلاش نزود القطر عشان الوزن. خليني أحكي لكم شو مكوناتها. 3 كاسات طحين، نص معلقة صغيرة من السكر الناعم، 2.5 كاسات مي، ومعلقة صغيرة ونص من الخميرة الفورية، 1/4 معلقة صغيرة من الملح، زيت ذرة للقلي، وقطر محضر من قبل. كيف منحضرها؟ نخلط الطحين مع الخميرة والسكر والملح، منضيف المي بشكل تدريجي لحتى تتكون عجينة لينة، منترك العجينة على جنب شوي لحتى ترتاح، بعدين مناخد منها شوي على راحة الإيد ومنحط العجينة بمعلقة صغيرة بعد ما تصير على شكل كرة، ومنقليها وبعدين منسقيها بالقطر على السريع. شو هو اللي عاملينه لليوم؟ شو عاملين اليوم؟ أنا ما رح أحكي إنه الحزيرة سهلة، أنا متأكدة بعد ما أنتوا سمعتوا الحزيرة وشفتوها عرفتوا قد إيه إنها سهلة وعرفتوا شو الإجابة، وحتبعتوا لي إياها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمزاج عشان تفوتوا معنا على السحب بفاوتشر مقدم من جبري. دائما بحكي عن جبري قد المأكولات فيه، أروع وأسكل مأكولات بتلاقوها بجبري، وبنفس الوقت الحلويات الشرقية والعربية خصوصا تاعت أم علي يمه ما أرواحها. وأكيد اليوم رح نربح فاوتشر عبارة عن كنافة مقدمة من جبري. خليني أحكي لكم، كثير من الأشخاص بيعانوا من السمنة الزائدة ونفسهم يخسروا وزن لكن ما بيعرفوا كيف. خليني أحكي لكم هاي الطريقة. اطبخوا، ما تنصدموا، اطبخوا. ليه؟ في دراسة بتحكي إنه الشعور بالشبع إله دخل بإنه الشخص يشم ريحة الأكل، يعني وهو عم يطبخ الشخص ويشم ريحة البهارات والطبيخ والأكل فبصير في عنده الشعور بالشبع، لأنه بساعد في معالجة الدماغ على الرغبة في الأكل. فإحنا بهاي الحالة لما نشم ريحة الأكل نشبع. طريقة حلوة جربوها. فعشان هيك بنلاحظ إنه أمهاتنا لما يطبخوا بيشبعوا وما بياكلوا من الأكل بكمية كبيرة زينا إحنا اللي بنكون جايين جوعانين، هن بيكونوا شبعانين من الريحة. قد ايه بنسمع أمهاتنا بيحكوا شبعت من الريحة، وهي طلعت دراسة بتحكي شو السبب. خليني أحكي لكم، الوايت شوكولات أو الشوكولاتة البيضاء هي بالفعل مو شوكولاتة. مو شوكولاتة. ليه؟ لأنه هي مكوناتها من زبدة الكاكاو والزبدة والحليب، مش من الكاكاو نفسه. هاي المعلومة ممكن كتير من الأشخاص ما بيعرفوها. خليني أحكي لكم، عن قانون بإيطاليا. إذا في شخص سرق الأكل ما بيتحاسب عليه قانونياً، لأنه بشوفه أقل حق من حقوق الإنسان لما يجي عنده رغبة بالأكل إنه يروح يأكل. فعشان هيك ما بيقدموا أي عقوبة للشخص اللي بيسرق الأكل، هذا بس بإيطاليا. خليني أحكي لكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي واستفدتوا بالمعلومات اللي بقدم لكم إياها. كل يوم رح أعطيكم معلومة شكل أنتوا رح تحبوها وتستفيدوا منها، وبنفس الوقت حزيرة رح تستمتعوا أنتوا بتلعبوا معنا وبتحزروا شو هي الأكلة. بكرة على الساعة 4:30 إفطار بالدار معي أنا حنين البقعين. باي باي.